تناقش معايا في هذا الشيء. هذا اللي كيتناقش فيه الخطاب. إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 240 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 519108 حالة، بينما تم تسجيل 5 الوفيات، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9143 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 222 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 506962 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلت 115 حالة جديدة وفيات، جديدة 10 الحالات، نواصر 5 الحالات، المحمدية حالة واحدة، مديونة 2 الحالات، وسطات 0 حالة، وحالة وفاة واحدة، بينما مراكش 39 حالة، 29 حالة، الرحامنة حالة واحدة، الصويرة حالة واحدة، واليوسفية حالة واحدة. كذلك الرباط سجلت 11 حالة، صخيرة تمارت 7 الحالات، سلاخ 6 الحالات، قنيطرة 3 الحالات، سيدي قاسم 2 الحالات، سيدي سليمان حالة واحدة. فمتابعينا الكرام، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 240 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 519108 حالة، بينما تم تسجيل 5 الوفيات، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9143 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 222 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 506962 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلت 115 حالة جديدة وفيات، جديدة 10 الحالات، نواصر 5 الحالات، محمدية حالة واحدة، ومديونة 2 الحالات. كذلك مراكش 26 حالة، الرحامنة حالة واحدة، الصويرة حالة واحدة، اليوسفية حالة واحدة، بينما الرباط 11 حالة، صخيرة 7 الحالات، سلا 6 الحالات، قنيطرة 3 الحالات، سيدي قاسم 2 الحالات، وسيدي سليمان حالة واحدة. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 240 حالة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 516108